السائل: أنا طالب في جامعة الإمام، فهل أستطيع أن أدرس على بعض الأساتذة خارج وقت الدراسة، أدرس عليهم كتب التوحيد ولو لم أعرف منهجهم وعقيدتهم؟ أدامه يدرسون في الجامعة، جامعة الإمام أو جامعة الملك سعود، إن شاء الله أنهم على عقيدة التوحيد، لأنهم نشأوا في بلاد التوحيد وتعلموا في مدارس البلاد فيها مناهج توحيد ومقررات للتوحيد، تعلموا عليهم. نعم.